ظالمة، كيف تدعون جهاد ضد هذه القيادة؟ وهذه القيادة من الناحية الدينية عاطية حرية زيادة عن اللزوم، على فكرة أنا برأيي في كثير من القضايا زيادة عن اللزوم. لو أردنا نحن، لو أردنا أن نسقط هذا النظام، مع أنه نظامنا، لو أردنا أن نسقط هذا النظام ورأينا أن السعودية ستسقطه، بدنا نوقف معه. اليوم لا نشهد عمليات أمنية، اليوم نشهد عمليات جراحية تطهيرية لنطهر هذا الوطن الحبيب وهذا التراب الغالي مما ورد عليه من الناس الخارجية من دول الخليج وغيرها. أنا أفرح بالتطهير، أنا أفرح بالتطهير. أيها المواطنون الكرام، لا تخافوا من حملات التطهير الذي يقوم بها الجيش العربي السوري، بالعكس افرحوا. ضرورة ملحة جدا أن يطهر هذا الوطن مما علق به من الأدناس. عليكم أن تفرحوا بهذه العمليات التطهيرية. صحيح. أما بالنسبة للجيش، تفضل. أتمنى أن أكون، وأنا رجل دين، أتمنى الآن لو بيقبلوني عنصر احتياط في هذا الجيش لأكون مشاركا في عمليات التطهير. والله العظيم صدقني أو لا تصدق، الله موجود ونيتي سليمة. إذن شاهدنا واستمعنا وإياكم إلى هذا المتشيع الصفوي المدعو فادي برهان من أبناء مدينة الزبداني الأبية، الزبداني التي كبدت قطعان العصابة النصيرية الصفوية المجوسية خسائر فادحة بالعتاد والأرواح، ممن كانوا ملاصقين وقريبين لهذا المتشيع الصفوي فادي برهان. تحدثوا إلينا وقالوا أن هذا المتشيع الصفوي عندما تشيع في مدينة الزبداني على أيادي حزب اللات، حزب الشيطان، كان لديه محل يبيع معسل ودخان سجائر، إضافة إلى معسل الأراجيل. فقال له أقرباءه وأصدقائه: هل هذا المحل وفتحه حرام؟ كيف تبيع معسل للدخان وللسجائر؟ هذا في الشرع حرام، كمن يبيع الخمر. فقال لهم: هو محرم عندكم أنتم السنة، أما عندنا نحن الشيعة فمحلات الدخان والسجائر والمعسل والتنباق والأرجيلة حلال علينا لدى نحن الشيعة. فهذا المتشيع الصفوي المجوسي قال لأحد رفاقه ممن كان يلازمه، قال له بفتوى أن يقتل أمه فقط لأنها موظفة في إحدى دوائر ومؤسسات القطاع العام. تصوروا أنه كان يفتي لرفاقه بقتل أمهاتهم وبقتل أخواتهم. هذا أولا. ثانيا، هذا المتشيع الصفوي كان عميلا لأجهزة الاستخبارات، ليست السورية، ليته كان عميلا لأجهزة الاستخبارات الأسدية النصيرية، بل كان عميلا لجهاز المخابرات الثوري الذي يسمونه جهاز المخابرات الثوري، الاطلاعات الإيرانية المجرمة، وكان أيضا عنصر ارتباط بين مخابرات العصابة النصيرية الصفوية المجرمة ومخابرات حزب اللات والشيطان. فهذا العميل الصفوي ليس دوره قليل على الإطلاق كما يظن البعض، بل كان له دور كبير، لهذا استضافوه على فضائية النصيرية الصفوية المجوسية، ودوره الكبير كان يجلب مقاتلو حزب الشيطان من لبنان ليأتي بهم إلى مدينة الزبداني، مسقط رأس هذا النتن، ليقتلوا أهله في الزبداني وليقتلوا رفاقه وأصدقائه الذين درس معهم في المدارس. فهذا المتشيع الصفوي اللعين قال: ما تشهده سوريا عملية جراحية تطهيرية، نبشرك بأننا نحن من عملية جراحية تطهيرية. ويقول أنه يفرح بالتطهير، يعني يفرح بتطهير السنة. خسئت، فتطهير السنة في سوريا خط أحمر، خط أحمر ثابت، لن يرحل السنة من سوريا، وإن رحل البعض منهم كلاجئين ونازحين إلى الأردن وإلى مصر وإلى العراق وإلى تركيا فهو مؤقت. نحن نبشرك أنت وعمائمك السوداء أننا نحن من سيفرح بتطهيركم أنتم الروافض والنصيريين من سوريا، فلن يبقى بعد اليوم أي رافضي صفوي شيعي نصيري أمثالك، فغدا ستحزن بالتطهير الذي سيقوم به ثوار وأسود السنة في سوريا. فالتطهير ليس لنا نحن السنة، التطهير عليكم أنتم الشيعة الروافض، يا من قتلتم نساءنا ويا من قصفتم مدارسنا ومساجدنا ومزقتم مصاحفنا. و تتمنى أن تكون عنصرا في جيش العصابة الخائن،
نقول لك ستكون في جهنم وبئس المصير. إلى هنا نأتي وإياكم مشاهدي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تحرير دمشق، نلتقي في حلقة جديدة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعزمهم وعهدهم سننتصر، ثوارنا بعزمهم وعهدهم سننتصر.